السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخوة الكرام، النهاردة أكلمكم عن بودرة كويسة جدا جدا لتنشيف الجروح. يعني أي حد عنده جروح أو بصور أو دمامل أو أي آثار مكان حبوب أو جروح أو أي حروق مثلا أو أي حاجة من الحاجات دي، البودرة دي يا جماعة تطهير للبكتيريا والفيروسات والجراثيم، وحاجة كويسة جدا جدا وآمنة جدا، وسعرها اقتصادي جدا، 8 جنيه تستخدم 3 مرات، من مرتين لثلاث مرات في اليوم على الجروح. يعني عندك جرح في صباعك او في ايدك او في اي مكان مفيش مشكلة، حتى لو في الجلد هنا كده في اي مكان، تستخدم البودرة دي مرتين ثلاث مرات في اليوم. لو عندك مثلا مكان حبوب او اي حاجه، ممكن ترش شويه من البودره دي وبعدين لزقه من لزق المدور تلزقها عليها وخلاص، خلص الكلام على كده. عندك جروح شديده، يعني جرح شديده، ترش على الجرح وبعدين تلف الجرح بشاش وقطن، وطبعا الاول بتعقم ببتادين وبعدين بترش البودره. فالبودره دي يا جماعه سعرها اقتصادي جدا وحاجه كويسه جدا وبتجيب نتيجه فعاله جدا جدا. انا عن نفسي لسه مستخدمها الاسبوع اللي فات، وعايز اقول لكم بتنشف الجروح بسرعه جدا. فلازم تبقى عندك في صيدليه البيت، لازم تبقى عندكم في صيدليه البيت. عفوا، البودره دي اسمها بيتاسين، 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 ماشي. البيتاسين يا جماعه موجوده في اي صيدليه جنبيك، ويا ريت تكون عندك في المنزل. ما تستنيش بقى لما الجرح يحصل والكلام ده كله بعدين تقعد تسمع الفيديو وتقعد تقول لي انت مطول علينا الفيديو والكلام ده. انا قلت قبل كده يا جماعه، اي فيديو فيه الاسعافات الاوليه اسمعه، ولما يجي وقته سجله عندك، خلي عندك الحاجه اللي انا بتكلم عنها خليها عندك في المنزل، ولما يجي وقتها استخدمها. ما تقعدش بقى بعدين يعني الولد بيموت منك وانت دايره تدوري على فيديوهات على اليوتيوب. لا، اتعلمي كل يوم فيديوهات، اتعلمي. الاطباء دلوقتي ما شاء الله فيديوهات على القنوات، بتلاقي طبيب النساء وطبيب البطنه وطبيب الاطفال، طبيب الجراحه، طبيب الانف والاذن، طبيب كل حاجه دلوقتي ما شاء الله على النت. فانت معاكي اطباء من كل التخصصات في المنزل، اتعلمي كل حاجه عن يعني عن الاسعافات الاوليه والعلاجات اللي ممكن تعرفي تتعاملي معاها في المنزل. تابعينا ان شاء الله تلاقي حاجات كتير جدا، حلقات كتير جدا على الاسعافات الأولية، حاجات كتير جدا يعني بنتكلم عن منتجات زي كده هتفيدك، هتنفع عندك في صيدلية المنزل، عشان ما تتحوجيش لحد، عشان ما تستنيش لما الولد يتعب وبعدين تقعد تدوري على فيديو على اليوتيوب. طبعا انا بكلم ست البيت لان هي اكتر حد بتعرض للمواقف دي، عشان بس الرجالة ما تزعلش مني، يقول انت اتحولت فجأة كده ان انت تكلم ست البيت. يعني الصيدليه يا جماعه اكتر حاجه فيها بنكلم ست البيت، لان هي اللي قاعده مع الطفل في البيت ال 24 ساعه. الاب بيجي من الشغل بينام، هي ممكن تقوم تلاقي الطفل بالليل سخن. طيب هقعد بقى استنى ادور على فيديو على اليوتيوب واقعد بقى اقول الولد سخن ومش عارف ايه، وابعت وتعليقات وكومنتات وادخل على الجروب اكتب؟ لا، حضرتك تسمع الفيديو دلوقتي تقوم تروح تجيب الحاجة تخليها عندك في البيت. طب ما هتقولي الدواء بينتهي المدة بتاعته في خلال 15 يوم. طب ما 15 يوم ده حضرتك من فتحه، لكن ساعة ما تجيب العلبة دي زي كده بيقول لك عليها تاريخ الانتاج وعليها تاريخ الصلاحية الانتهاء. يعني دي 20 التاريخ بتاعها 20، الانتهاء بتاعها 23. طيب فتحتها يبقى ايه؟ خلاص بعد 15 يوم علبة الدواء ما ينفعش يتاخد منها. في خلال ال 15 يوم دول بدل الطفل من الجرعه بتاعته، تمام؟ واي سؤال، اي استفسار عن الادويه ان شاء الله سيبوه لي اسفل الفيديو وانا ارد عليكم، وتابعونا ان شاء الله على القناه. ولو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا فيها عشان تتوصلوا بكل فيديوهاتنا الطبيه والصحيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.